السلام عليكم، كيف دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله النهار الاول يكون داز عندكم مزيان بصحة وبسلامة. الله يتقبل يا ربي، الله يتقبل صيامنا والقيام ديالنا يا رب، والله يرحم كاع الاموات يا ربي يا ربي. اللهم نقيهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. حبايبي، هنا غنشارك معكم ان شاء الله مائدة الافطار ديالي اللي درت. حاولت هنا كيف ديما كندير كل رمضان، كنحاول ندخل الخضر في اي حاجه كنديرها، بحيث الا حطيت الخضر لوليداتي ما تياكلوهمش، ساو كندير لهم الخضر في كل شيء. هنا كي تشوفوا معايا المخمر، انا سبق لي شاركته معكم في فيديو. هنا عملت سلطه ديال السبانخ مع الخضر، حتى بغيت ان شاء الله يود المغرب، وغادي ندير فيها تفاح، ما بغيتش نحطو دابا باش ما هذا باش ما يكحلش. هنا عندي شوربه ديال القرنبيط الشيفلور، كذلك غتلقاوها كلها حتى في هذا الفيديو، هذا الوصفه ديالها كيفاش تصابوها. هنا عملت معكم بوراك منزلي ديال الكفته بالخضر ديال داك الفلفل الحلو والبصله كي تشوفوا معايا، والورقه منزليه كلها هي ان شاء الله. راه شاركت معكم كلشي الطريقه، ها نتوما كي تشوفوا ما شاء الله، وتيجي كي تشوفوا الورقه تتبين لنا هذا اللحم وكلشي تالمو رقيقه. هنا عملت نفس الورقه شاطت ليا، وانا نقول علاش لا، ودرت بها سبانخ بورك ديال السبانخ مع الجبن كي تشوفوا، تتجي مقرمشه ما شاء الله وزوينه. وهنا درت براكلي، درت معاه الملح والفلفل الاسود في الفرن بسرعه، ودرت فوق منه الموتزاريلا تشيز. هذا ان شاء الله باش غادي نفرقوا الصيام باذن الله، وباش ان شاء الله اللي بغى يمشي للجامع اللي بغى يصلي غيكون ان شاء الله الماكله تكون خفيفه وما يكونش متقل بزاف. دابا غندوز ان شاء الله نوريكم المائده ديالتنا ديال مورا الفطور. من بعد دابا ما نفطروا ونصليو نمشيو نبغي نبركم مع عائله نكونوا مجموعين، غادي نوريكم المائده ديال الافطار من بعد الافطار باذن الله. حبايبي، المائده ديال بعد الافطار هي هذه. ساو كنفطروا داكشي، كنجيو دابا لهنايا تناخذوا، انا هنا غادي ان شاء الله نعمر اتاي حتى فطروا، عاد غنعمر اتاي باش يبقى ليهم سخون. واللي بغى قهوه منهم انا غادي ندير ليا قهوه تركيه. هنا حطيت هاد البريوات ديال اللوز وسلو، وحطيت هاد النات، ما عرفتش اش يقولون لهم بالعربيه، المهم اللوز والقرقاع والبيكان. هادو ان شاء الله غادي كل واحد غيدير تبصيلو غياخد اللي بغى معايا، يا اما اتاي يا اما قهوه، وغادي ندوزو ان شاء الله البيت ديال العائله فين تنبركو ديما. هنا البيت فين تنبركو ديما ديال العائله فين تنجمعو داكشي. هنا وجدت هنا حطيت لهم القران، على قبل ولادي كندير القران بالعربيه وكذلك مترجم بالانجليزيه باش هكا ما تتحرموش حتى هما يا من الاستفاده. تنقراو وتنبركو، واحد كيقرا وكلشي كيسمع، والغد ليه واحد يقرا وكلشي كيسمع، هكا باش كنشجعوهم انهم يبداو ينطقوا اللغه العربيه. واخا تبقاو يتهجاو داكشي، المهم كنشجعهم باش ان شاء الله يقراو ويديو تهما الاجر ديال القرايه في هذا الشهر. هذا هنايا كي تشوفوا معايا وجدت هنا البخره ديالتي، درت فيها الفخر ها هو كي تشوفوا، باش ان شاء الله ملي ندوزو نبغيو نقراو. هذا سميتو نديرو ان شاء الله العود، ها هويا خليتو باش ان شاء الله سميتو نكونو دايرين طاقي العود، وكل واحد كيهز كاس ديال اتاي ديالو، تيجي التبصيل ديالو من داكشي اللي بغا، اللي هز الحلوه اللي بغا، وتنجيو لهنايا وتنبركو كلنا مجموعين. وهكا تندوزو هذا من بعد الافطار، هكا كنديرو بطبيعه الحال. ما غاديش نذكروا خلا مولاها الصلاه وداكشي، داكشي راه واجب. انا تنشارك معكم فكره ديالتنا كيفاش كدوز وصافي. كنتمنى ان شاء الله ان الفيديو يعجبكم باذن الله، ما تنساونيش باللايك وبسبسكرايب،
اوكي باش تشجعوني باش ان شاء الله ندير فيديوهات بحال هذا الشكل هذا. ودابا غادي ندوزو للطريقه كيفاش صوبنا البوراك والطريقه كيفاش صوبنا هذوك الشوربه ديال القرنبيط باذن الله. ما نكذبش عليكم الشوربه راه غنيه بزاف والبوراك حتى هو ما شاء الله زوين. يعني حاولت ندخل الخضر يعني هذا على قدر المستطاع. كنتمنى ان شاء الله هذه الوصفات يعجبوكم باذن الله. اعزائي كتشوفوا معايا البصله والفلفلات ديالنا هما دخلهم طياب. دابا حان الوقت فين غادي نزيدو الكفته. سوينا عندي انا هنا كيلو الكفته. بالنسبه لكيلو الكفته درت انا فلفله خضراء كبيره وفلفله حمراء كبيره وبصله مويان. حبايبي كتشوفوا معايا الكفته ديالتنا طابت، الفلفله البصله طابو. دابا حال الوقت فين غنديروا التتبيله ديالنا. هنا عندي ملح، فلفل اسود، بابريكا، وعندي شويه ديال هذيك السودانيه غير شي شويه اللي في الوسط، وعندي الاوريغانو الزعتر. سو هي القمه ان شاء الله اللي غادي نديرو في هاد الوجبه ديالتنا. وهنا عندي مطيشه صوص توميتو صوص عصير ديال الطماطم. حبايبي هنا كلشي طاب عندي وتشحر مزيان. دابا ان شاء الله غادي نطفي عليها وغنقلبها في واحد الاناء اخر باش تبرد ليا الحشوه من الماء انايا نوجد الورقه ديالتي باذن الله. انا عجنت هنا درت نص كيلو ديال الدقيق مع كاس ديال اتاي ديال الحليب والملحه، ودرت هذا الماء على حسب الخليط. بقيت حتى جمعت الخليط، العجينه ديالتي كانت بقات ليا رطبه وخليتها كترتاح لمده ساعه. اللي ما بغاش يدير العجينه ممكن انه يستعمل هذيك الورقه ديال الفيلو، تلقيتها هي زوينه. انا بغيت ندير كلشي هذا زعما فروم سكراتش مصوب في الدار، ما بغيت ندير حتى شي حاجه من على برا. هكا الورقة ديالتنا صبحات جاهزة.
أعزائي، هنا كل صباح دابا عندي موجود الورقة. ها هي، أنا دابا شفت غير ربعة، غنبدأ بهم ونشوف على حسب الكفتة ديالتي، لأن درت هاد الوراق كبار. الحشوة ها هي بردات، ملي كنخليوها تبرد مزيان حتى إلا بقى فيها شوية ديال اللدام ولا شي حاجة ما كتطلقش حتى تيدخل الفران يطيب، عاد كيدوب داك اللدام وكيفزق لينا هذيك الورقة وتعطيها واحد اللون وواحد المذاق روعة. يعني أنا هذا أنا نشفتها مزيان في الطياب ولكن ما درت لها لا كسكاس لا والو، وقررت كذلك أنني غادي ندير البوراك ديالي في هاد اللاطة ديال البيتزا. علاش؟ غادي نديرو هنا ساهل ليا باش نخدم فوق منها، وثاني حاجة لي مهمة هو أنني دغيا غادي ملي يطيب البوراك دغيا غادي نسلايديه باش يخرج دغيا نحطو في التبصيل ديال الطبق ديال التقديم. أعزائي كي تشوفوا معايا البوراك ديالنا هو عمرتو، ودابا غادي ندوس وغادي نبدا نلوي هذه العجينه. تالمو خفيفه راه دغيا كتثقب ولا كتقطع. هكا اعزائي غادي نكمل، انا غادي نبقى نلوي في هاد سميتها الحشوه هكا حتى نكمل هاد النص الورقه اللي عندي. غنبقى غاديه على هاد الشكل هذا نكملها كلها. تمشي ما شاء الله طويله بزاف، لانني انا كبرت هذوك الكراسي اللي ما بغاش يدير بحال هكا، ممكن انه يدير كراسي صغار. انا علاش كندير هكا؟ باش ملي كنبداو نلويو بحال محنشه ما تيجيش بقى مقطع لينا بزاف. اوكي اوكي حبايبي، دابا هنا ان شاء الله غادي نبدا نجيب دابا غادي نبدا نلوي هذا البوراك ديالي، ولا كي تنقولوا حنا محنشه. ها نتوما هير وي جو، شتو كي تيجي ما شاء الله. غادي ناخذ لاطا فين غادي نطيب وغادي نحط فيها البوراك ديالي في الوسط. شفتو اي عاوتاني نفس الشيء، غادي نلوي عاوتاني الورقه ديالتي على هذا الحشوه ديالتنا مزيان. اما كندير لا زبده لا زيت لا والو، انا عارفه هذه من كندير بحال هكا تجي ما شاء الله زوينه. غادي نصبوا لها واحد لاصوص قبل ما ندخلوها الطيب عند ست، ولكن ملي نكونوا نلويو بحال هكا ما نديروا لا هذا لا زيت لا والو. فدابا هنا غادي ناخذ الصينيه ديالتي فين حطيت هذاك البوراك الاول، نحاول باش نديرو هنا في الوسط. غادي نجيب لهاد الجهه الاخرى اللي درت هنا وغادي نلاقيها مع الخشي هادي ووسط هادي ونسد عليها بحال هكا، وغادي نهز البوراك ديالي لاخر ونكمل عاوتاني الدوره ديالي. اوكي على هاد الشكل هذا باش ملي ما تيطيب ما تيجيناش فيه العيب بزاف ديال تقطعت الورقه. اوكي دابا ان شاء الله غندوز عاوتاني ونكمل نبقى نكمل حتى نلقى ديال الكفته ديالتي ونرجع معكم. حبايبي بالنسبه للصوص باش غادي نديروا الورقه ديالنا، هنا عندي بيضه وحده غادي نزيد عليها تقريبا جهد نص كاس ديال اتاي ديال الزيت. هنا هاد لاصوص على حسب البوراك اللي درتو، واش صغير ولا كثير ولا شويه. عندي هنا واحد المعلقه ديال اليوغورت، غادي نخلط ان شاء الله هادشي مزيان. هاد لاصوص هادي ممكن كذلك نصاوبوها من الاول، ومنين تلقوا الورقه بحال فاش ندهنوا الزبده والزيت ندهنوها هي. انا ما درتهاش لان الورقه هذا فريش وسميتو ديجا رقيقه درتها وداكشي، ما بغيتش نعذب راسي نزيد لهادي لاصوص غتبدا تقطع ليا بزاف. شفتو معايا الورقه ديالها كتبغي تقطع غير بوحديتها بلا لاصوص، داكشي علاش. اوكي دابا غندهن هاد البوراك ديالي مزيان بهاد البيضه وبهاد دانون والزيت. اعزائي كي تشوفوا معايا دهنتو مزيان، يعني لاصوص دخلت حتى بين العجينه وداكشي مزيان. بقات لي واحد الطرف تاع العجينه ودرت به واحد بوراك صغيورين ديال السبانخ وهذا وتشيز الجبن.
حتى هما غادي نسقيهم. قلت الورقه كاينه كاينه كاين زبانيخ دونك دغيا لويتهم ان شاء الله. حتى هما غنديرهم، لا هادو كنديرهم انا بزاف لان ولادي تيعجبوهم تيحماقوا عليهم، غنشاركهم معكم ان شاء الله من بعد. حبايبي بالنسبه للشوربه هنا انا غنطيب فيها وندير معكم مكونات. غندير تقريبا جوج ديال معلقة كبار ديال زيت الزيتون، وغادي ندير معلقة كبيرة ديال الزبدة. حبيبي كي تشوفوا معايا هنايا الزيت مع الزبدة دابو. دابا عندي هنايا بصلة وعندي خيزوة، اوكي بصلة وحدة، جزرة وحدة، وعندي بطاطا وحدة، اوكي نخليهم هنايا غير واحد شويه بين ما هذا. ندير لهم دابا شويه الملحه وشويه ديال البزار، اوكي. دابا غادي نزيدو النجم ديالنا ديال الوصفه ديالتنا اللي هو يا شيفلور ولا القرنبي، اوكي. هذه انا عبرتها، هاد الشفلورة اللي عندي فيها كيلو لاروب، غنديرو ليه سوا شوية الملحة، غنديرو ليه شوية ديال البزار، وغنديرو الكمون. الكمون ماشي غادي نصبو بيه ولا بغينا، غنديرو شي شوية لأن الكمون تيعاون على الغازات لي في هذا لي في الشفلور، منكتروش منو، أوكي. غادي نحرك هادشي إن شاء الله مزيان تا هويا ينسجم مع ديك البطاطا وخيزو، وندو نشوفو شنو غنديرو ان شاء الله، اوكي. حبايبي هنايا كي تشوفو معايا الخضر كلها انسجمات مع بعضياتها. دابا حان الوقت نزيدو غير الماء، انا حيت عندي واحد شوية ديال الماء الخضر بقى عندي، قلت غنحيدو عليا من الثلاجة. هذا ها هو ماء الخضر دوك، ولكن ماشي يعني اجباري نديرو غير الماء، انا غادي نكمل دابا غير بالماء عادي، اوكي. درت هنا تقريبا واحد يطروط الماء، فين غادي طيب الشوربه ديالي ديروا نتوما على حسب الخضره ديالكم، الا كان شي فلور كبير عندكم ولا صغيره على حسب. كما قلت انا عندي فيها كيلو لاروب. دابا الشوربه ديالنا غنخليوها طيب حتى كلشي طيب مزيان ونرجع معكم باذن الله. حبايبي هنا الشوربه ديالتنا راه طابت، خيزو طايب، بطاطا وشفلور هادوك راه كيطيبو دغيا. دابا ان شاء الله غادي ندوز باش نطحن الشوربه ديالي ونرجع معكم باذن الله. صافي حبايبي هنا السوب ديالنا طحناها مزيان ولات بحال بيغي، انا بغيتها فات تيكستور بحال هكا، اللي بغى يديرها شويه جاريه ديرها، اللي بغى يخليها عقده يخليها. دابا هنا غادي نزيد تقريبا واحد نص كاس ديال اتاي ديال الكريمه. حبيبي انا هنا عطيت لولدي داق بان كلشي هو هذاك ما خاص والو، هنا بغيت ندير معكم تشوفوا التكستور تاع الشوربه ديالنا، وبهكا حبيبي الشوربه ديالنا غتكون موجوده.